مرحبا بكم. لالا العروسة اليوم من منطقة القبائل. اليوم نقولوا لك يا لالا ليندا مرحبا بك في بلاتو لالا العروسة، ونقولوا بسم الله بسم الله وبسم الله يبدا البادي، وبسم الله يبدا البادي، والصلاة على رسول الله محمد سيد الأسيادي. أعطونا تولويلة على ليندا. مرحبا بك ليندا. إيش راكي خديجة؟ صافا الحمد لله، مرحبا بك ليندا. جيتينا اليوم من بلاد القبائل، كما راكم تشوفوا ليندا هي قبيلية، جاتنا من منطقة القبائل الكبرى. ليندا جيتي حبيتي تشاركي معايا بالمقروط. ليندا أنت مخطوبة ولكن قريب تروحي عروسة، راح نحكيو على العروسة القبيلية كيفاش توجد خصو تاعها. احنا اليوم رايحين نشوفوا لاستيس كيفاش ينجح لنا المقروط. انا كنت درت انواع تاع المقروط في التلفزيون يعني الجزائريين في الحصه تاعي، لكن اليوم حبيت نزيد مقروط بالطريقه التقليديه ايضا كيفاش ننجحوه. نجيبوا لا مارغارين ونجيب لك السميد ونجيب لك كامل واش قلت لك يجي في المقروط. نسحقوا هنا اللوز هذه النوعيه. شوفي انا عندي هنا زوج لوز، هنا هذا المحمص وهذا اللي ماشي محمص، هذا بقشور وهذا مقشر ومحمص. ما نستعملوش المحمص، نستعمل هذاك. عندنا الزبده، ناخذ هنا عندنا هنا مغرفه باش نحطو، طبعا الكميه اللي تكفيني. راح نزيد لها شويه من الزيت للكيلو، ما تحرمش ما نزيدوش بزاف، لكن ذوبوها عادي، لازم نوقفوا عليها برك الزبده. وكي تكون هكذا يعني مقطعه غير نواسي وهكذا باش تذوب لنا. حطي ليندا. ليندا واش تعرفي على المقروط، جربتيه ولا اول مره؟ جربته ديجا. جربتي المقروط قبل ليندا؟ ها وكيفاش كانت النتيجه؟ صافا، ماشي كيما كنت حابه يخرج مرمل الفلوس. ومن بعد خرج لك شويه يابس. شويه يابس اللي انت قولي لي واش وجدتي، واش راكي توجدي يعني، احكي لي حاجات اللي راكي درتيهم تراديسيونيل في التخوسو تاعك. تخوسو كي تشوفي التخوسو تاعنا منا كيفاش راهو، انت واش راكي دايره يعني التخوسو تاعك راه قريب يوجد كيما هذا ولا مازال شويه بعيد؟ انا مازال شويه بعيد. هادو يعني هادي نهار الاخر كي نكملوا الحديد ونكملوا لي كادو راح يكون عندنا هذا التخوسو اللي راكم تشوفوا فيه. شفتي شحال شباب تخوسو الجزائري، كل عروسه جزائريه تخرج بهذه الحله الجميله الهايله يعني من تقاليد. طبعا حتى الحديد يعني عنده نهارو وعنده ناسو، واللي يجيو يربطوا بالحواشي ويديروا هذاك الورد التخوسو، يعني كل حاجه عندها قانون في العرس، في تحضيرات العرس دائما يعني بالنسبه للعرايس. انت يا قولي لي واش من وين وصلتي، واش من خطوه راكي؟ اكتويل موراني مع الخياطه، دونك كي تعرفي قبيليه دونك لازم لي غوب كابيل تخيطي من كل نوع. قولي لي شحال ديروا من جبه قبايل يعني، نتوما كي تروحوا ديريهم شحال ديري من وحده؟ ديري تاع الدار، ديري تاع التصديره، ديري شحال من وحده في التصديره، شحال من وحده في الدار؟ ماشي، دونك في التصديره هي كاينه اون برينسيپ يكونوا زوج، كاينه تاع الحنة وتاع اغوب كابيل بلونش. تما تاع الحنة هي اصلا انا نعرف الايواضيين، هي بزاف هذيك اللي يديروا بها الحنة. اها والاخرى واش تتسمى؟ كاينه تاع لا بغودغي كما راني لابستها بصح تجي شارجي، وكاينه تاع بون هذه سموها شرياطه. اعطينا الاسماء نتاعهم. وحده شرياطه يعني هذيك اللي يتصدروا بها، والايواضيين هي الجبه اللي تربط بها العروسه الحنه. لازم نعرفوا بتقاليدنا. طبعا الجزائر انا دائما نقول انه بلادي هي قاره، فنقولوا على القبائل واش يلبسوا واش يديروا في عرسهم. العروسه القبيليه احكي لي، زيد احكي لي شويه الفضه يعني اللي تلبسوها شحال ديروا يعني، ديروا بزاف ديروا شويه؟
بيان سور كي تكون تصدر تلبس عندها تلبس ازرار يجي خشين شويه تلبس ازرار. اسمعوا معايا اللي ماكمش قبايل، الكوني اللي يندر واسمه ازرار، ازرار ازرار، وعندها واسمه ابروش، دونك سي اون بوش يجو هكذا، يجو زوج اون باراليل، وحده من وحده منا، وكاينه تبزيم يلبسوها هنايا في الوسط، دونك لاوب يوضين تجي محلوله منا في الوسط تربط هنايا ويحطوا تبزيم في الوسط اكزاكتومون. وكاين لي براسلي يسموهم امشلاخ، امشلاخ يعني البراسلي هذيك الكابيل هذيك لاباغور ولا هذيك الحله الفضيه اللي تتلبس، الحلي الفضيه اللي تتلبس مع الجبه ايواضيا ولا تتلبس مع الجبه الثانيه واسمها كاين شرياطه وكاين قرقاري، شاك ريجون الا عندها الستيل خاص بها، ولا لاغوب الجبه القبيليه الخاصه بهذيك المنطقه، يعني لاغوب كابيل عندها عندنا بزاف، يعني كاين الناس اللي تشوف هكذا روب كابيل لكن ما يعرفوش التسميات نتاعهم، هما كل وحده عندها رشام تاعها، ولا كيما هذه مخدومه بلا بغودغي، وكاينه اللي تنخدم بالزيكزاك، وكاين وحده اخرى اللي رايحين تشوفوها في الاخير باش تحكي لنا عليها ليندا، هذه الجبه اللي تلبسها العروسه. قولي لي ليندا، العروسه القبيليه ما تستعملش بزاف الذهب، يعني تستعمل كثرة الفضه، ماشي كيما ناس الشرق وناس الغرب، وكثر ناس الشرق يعني تلقاي عندهم هذيك لاسينتور تاع لويز، ما حزبه لويز وتكون كبيره، وتكون قد ما تكون كبيره قد ما تكون يعني يشرطوها في الشرط. القبيليه ما تشرطش بزاف، ما تشرطش الذهب، ما تشرطش كيما على بالك القبايل لي بيجو تراديسيونيل تاعهم هما الفضه، وفي الفضه ديجا كاين دو موديل، عندهم فضه تاع الكوغاي وحدها، اه المرجان، المرجان اللي هو نذكروا للمشاهدين اللي يشوفوا فينا من اي دوله واحده اخرى، نقول لكم انه الجزائر غنيه بزاف بهذا البحر القاله، فيه هذا النوع من الكوغاي ولا المرجان اللي يستعملوه في الحلي، يستعمل وحده كما يستعمل في الفضه اللي هي صناعه تقليديه جزائريه، يحطوا فيها الكوغاي ولا المرجان. يحطوا فيها المرجان، اه يعني كاين زوج انواع. شوفي ليندا، اكيد تشوفي معايا هذا المقلوط كيفاش نديرو، 3 كيلات بصح نديروهم بومبي. انا هنا هذا نوع واحد واحد اخر من المقلوط، ولا غوسيت واحد اخرى، المقلوط طبعا يبقى هو هو، لكن هذه غوسيت واحد اخرى. شوفي ليندا، انا ندير هنا يتعمل. هنا نديرها بومبي، شوفي هنا كيفاش درتها، تجيني بومبي، البولي تجيني بومبي، ما يجينيش كيما نديروه نديروه هكذايا يعني معمر، هنا يجيني هكذا طالع. هبطي هذه يعني فرغيها ونزيدو واحد اخرى، هنا عندنا كيله ديري الثانيه والثالثه، عندنا 3 كيلات كيما قلتي لي، السميد يعني السميد نديرو النوعيه الخشينه، زيدي شويه زيدي شويه. شوفي ليندا، شوفي معايا، يلزم كي ديري هكذا يلزم يهبط على الطرف ويجيني، شوفي شوفي يلزم، شوفي هنا يلزم يتعمر البول هنا، وهنا تجيني هذيك القبه تاعكم هكذا باش ينجح لي المقروط وما ينفتحليش في المقله. هاكي زيدي كملي الاخرى، هاكي شفتي كيفاش يلزم تعمر الكيله تاع المقروط، لا ما نزيدوش ما تكمليش يا ليندا، نزيدو نقصوا شويه، نقصوا برك شويه، وعلاش قلت لك لازم تجي هنا بومبي، يعني نديرو غير بالعقل، ومن بعد كي تولي رايح تتعمر يلزم نحطو غير بالعقل باش حتى هذه المغيرفه تقدر تفسد لنا، كيما قلتي لي مره درتيه ما جاكش مبسس ولا مرمل مليح كيما تحبي، هذا هو السبه، يعني كي تكون الكيله فيها شويه زياده ولا رشه تاع المزهر تكون زياده تعطينا الحاجه يابسه. ليندا حطي هذيك، نزيد لك الملح. شوفي ليندا، نسيروا الملح، ناخذوا مغرفه صغيره من الملح، هاكي سيري الملح، هنا ناخذوا مغرفه صغيره من الملح ما نحطوش بزاف هكذا كما راكي تشوفي. شوفي الحلويات الجزائريه كامل فيها الملح، غرب لي هاكي هبطي بالمغرفه واللي يبقى لك من الفوق نحيه هكذا باش ما يجيناش يتقرمش في المقروط، باش ما نحسوش بالملح في المقروط. ناخذ السكر، نزيدو نديرو مغرفه تاع السكر، نديرو مغرفه كبيره ليندا. السكر وعلاش يبنن لنا
هكذا هاد المغرفة تكفيني. هي في المقروط التقليدي الجزائري ما نحطوش فيه، لكن انا دائما نحب نزيد اضافات توعي اللي دائما نجربها وتعطيني نتيجه مليحه يا ليندا. خذي يعني سجلي في الذاكره نتاعك هذا المقروط باش تجربيه. خلطي هذاك السميد مع الملح ومع تعرفي المقروط كاين اللي يديروا هبات. انتيا واش قلتي تبيتيه ولا ديريه كي تجربيه؟ مثلا نخلوه هبات. انا والله نحب نديرو في وقته كثرة تاع المقلى، يعني ينجح. اللي ما ينجح شويه هو تاع اللي ما ينجحش هو اللي يكون تاع الكوشه تاع المقلى. ينجح ليندا هكذا، يعني كي ديريه هبات كي ديريه كيبات، يعني تاع المقله ينجح. انا هذا الماء اللي في لا مارغارين ما نستعملوش، دائما المارغارين صفيو هذاك الماء. اللي حطيت برك ليدام والماء نحيته، هذه ما فيهاش كميه كبيره من الماء. نزيدو الزيت هنا، الكيله ماهيش معمره ليندا، نزيدو لها الزيت. ليندا واش نسيتي تحكي لنا انت واش وجدتي الخياطه؟ واش من خياطه اللي وجدت لك؟ درت تاع الحنه قلت لك عليها تاع ايواضيين. اها. ودرت وحده في مودرن اللي خرجوا جدد. دونك اها. تما سي لا روب كابيل ريفيزيتي. الله يبارك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. هكذا دي روب دو ميزون، هذوك اللي يجوا سامبل وكامل. اه. ليندا درك خلطي انت، قولي لي كيفاش المنظور تاعك لهذيك. عجبتيني حتى ما يفسدلكش لي بيجو تاعك ولا هاد الماسورات اللي نستعملوها، يعني ما نحطوهاش في العجين هكذا باش ما تفسدلكمش. ليندا قولي لي انتيا واش المنظور تاعك ولا كيفاش تشوفي انتيا الجهاز على العروسه؟ نشوفوا ناس يعني يديروا خلاص خلطي لنا المقروط هكذا. غسلي يديك وجيبي الطابليه، اغسلي يديك جيبي طابليه وباش نبداو. هاكي ليندا ضيفتنا، يعني راهي ضيفه ما تعرفش كوزينتنا، ضيافنا لازم احنا دائما نقوموا بها. تعرفوا باللي الجزائري مضياف، فضيفتي اليوم كيما نقولوا الضيف عزيز. الضيف نديروه على كفوف الراحه لازم. ليندا بداي تخلطي، تعرفي هذيك طريقة تقليدية، خلطي المقروط. ديرو هنا زوج مغارف، خلطيهم كامل في هذاك السميد. هاد المغرفة صغيرة، نزيدو شوية. تحبي ريحة الزهر؟ شميتي الريحة كيفاش راهي تطلع؟ ريحة الزهر، ريحة الماء المقطر، يعني ريحة الزهر المقطر والورد المقطر ماشي كيما اللي نشريوه، يعني فرق كبير حتى وغالي، بصح نحسوا بهذيك الريحة وهذيك البنة اللي يعطيها كترة بنة رمضان، يعني يعطينا هذيك بنة رمضان، بنة العيد. والمقروط نديروه بزاف في السهرة. في السهرة خلاص دوكا غسلي يديك وخليه، يعني هكذا تخيل بيان. نعطي لك فكره كيفاش تنحي هذاك السميد من يديك. خذي مغرفه دائما هكذا نحي هذا السميد، هي فكره باش نحيو من يدينا العجين هكذا. غسلي يديك ليندا. ليندا راح نجيب لك باش تاخذي اللوز تعبريه وديري 3 كيلات لوز وكيله ماشي معمره تاع السكر. شوفي ليندا انا يا اليوم استعملت هذا اللوز، حبيت نستعمل اللوز هذا اللي ماشي مقشر، ريحته مليح. تعرفي بلي القشره تاع اللوز فيها فايده كبيره، كل مقشور يعني الفواكه ولا الخضره ولا المكسرات فيها الفايده. انا هنا حبيت نستعملها وتعطي البنه. هاكي ديري 3 كيلات، يعني الكيله تكون هكذا. دوك نوري لك وانتي كملي. هكذا
كي لا تكون هكذا معمره ماشي كيما درنا السميد. اه حطي هذيك. شوفي انا هنا في المقروط ما نحبش ندير لافاني، تحبي لافاني؟ اه شويه زيدي كاطو هاكي تقدري ت هكذا. هبطي هذيك الكيله فرغيها ونزيدو كيله واحده اخرى. الكيله الثالثه نزيدو جيد هكذا. دركا فرغي هذيك وزيدي كيلي الكيله نتاع السكر ما لازمش تكون معمره بزاف. شوفي معايا ليندا هنايا كيله السكر ما لازمش تكون معمره هكذا. شوفي شفتي ليندا ما تكونش كيما اللوز. انا دائما السكر نقص باش ما يجيناش حلو بزاف وفي نفس الوقت باش نتفادى باش ما يخرجليش من المقله. لو كان رايحه ندير بزاف رايح يخرج لي من المقله. هذه الفكره دائما نعطيها لكم ولا نفكركم فيها، كي يكون عندنا بزاف السكر رايح هو اللي يفسد لنا الحلويات. ليندا درك نجيب لك المزهر وعجني هذيك العجينه. خلط السكر مع اللوز. ليندا شوفي انتيا كي تحبي المقروط ديري كميه صغيره وتاكلوها في نهارها، تقدري تزيدي لها القرفه اذا تحبي القرفه ولا ناس الدار دائما هي تبقى ذوق. الا كانوا ناس الدار يحبوا هذيك الذوق نديروه ولا ما يحبوش نتفاداوه. كي يكون واحد برك ما يحبش ما نديروش يعني هكذا. لو كان يكون غير واحد حنحرموا عليه هذيك. صح علاش غير في نهارها؟ اه القرفه يتغير البنه تاعها تتبدل كي ما تبقاش. شوفي هي نهار الاول والزوج تقدري ديري القرفه بعد ما يجوزوا ايام وغير تطول تقعد سمانه. تعرفي احنا الجزائريين نحبوا نخبيو الكاطو كي يجي الضيف كيما نقولوا تحميره الوجه وكترانتي كي تكوني عروسه جديده. دونك كي يطول ما لازمش كي يطول ما لازمش. هاكي ديري المزهر عجنينا بالمزهر لازم نستعملوا اليد. نديروا القطره الاولى دائما في اللوز في البيض ولا في المزهر ولا في اي حاجه دائما كي نستعملوا غير كميه صغيره. عجني لمي كيما تلمي الخفاف. درك نمسها ونشوفوا الى لحقت واش رانا حابين ولا مازال. خليني نمس. خلاص هذه هي باش ما تخرجناش من بعد من المقله. كي تكون ثاني جاريه بزاف ثاني ومن بعد تخرج لنا من المقله. بصح اللوز راح يتشرب ليندا. هذه راهي شويه تبان لك جاريه بصح راح يتشرب اللوز. هاكي ليندا نحي من يدك اللوز. اللي في بلاد القبائل عندكم عاده ديروا حاجه يعني طيبوها العروسه طيبها نهار الاول ولا ما عندكمش؟ العاده اللي كانوا يديروها بكري كانت دير العيش زعما باش تعيش في هذيك الدار. العيش اللي هو بركوكس. البركوكس يعني تختلف العادات ويقولوا يديروا الخميره يعني يمسوا الحاجه اللي فيها الخميره. انتوما يعني ديروا العيش. دير العيش باش تعيش في هذيك الدار. ليندا درك المقروط ما نرشوهش على مره واحده. هذا ماشي كيما المقروط اللي كنت درته لكم من قبل. كنت درت لكم باللي المقروط نرشوه كامل على خطره واحده. اليوم راح نعطي لك طريقه مختلفه. ناخذ هنا نص الكميه نتاع المقروط. بزاف. لا لا هذا هو. درك ديري له هكذا يعني كيما نديروا الطعام. تري بيان. المقروط هذا هو السر تاعو باش ينجح ليندا. لو كان نعجنوه راح يجينا يابس. يعني هكذا يعني هكذا يعني بسرعه بسرعه بسرعه. شوفي هكذا ليندا هكذا 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 باش هذا السميد ما يشربش الماء غير في بلاصه واحده. شوفي هذا نخليه يشرب هكذا كيما راكي تشوفي في الوقت اللي رايح يشرب هذا الماء. احنا نوجدوا له البابيي فيلم اللي رايحين نديروا فوقه هكذا. ناخذوا بابيي فيلم ناخذوا بابيي فيلم باش نحطوا المقروط. هكذا وتاخذي
هكذا هذه الكميه هكي. تشوفي معايا ليندا نحطو هكذا، انا ندير هذا وانتي كملي لي هكذا، نديرو حربوش تاع العقده في الوسط. العقده هكذا رايحه تجينا تبان وفي نفس الوقت تجيب لينا يا ليندا هكذا. دوك غلقي عليها، انا نوري لك الاولى وانتي كملي. اصبري نشوف ليندا وين وصلتي. هذه هي كميه الزيت اللي نستعملوها، نحطوا هذا اللي كبير شويه. نبداو، شوفي معايا ليندا. شوفي ليندا، تعرفي في بعض المرات المقروط ما ينجحناش، لازم نديروا البودان الاول ومن بعد باش نكملوا. وعلاش نديروا البودان الاول؟ باش نجربوا الا لهاد المقروط راهو يخصو الرش ولا ما يخصوش. انا كنت عندي طريقه واحده اخرى، طريقه اللي تنجح 100%، ماشي كيما هذا التقليدي. هذا التقليدي لازم نديروا البودان الاول ونجربوه هكذا، يعني اللي نديرو يخرج نفس الذوق ونفس نفس كل شيء. هذا وشنو يلزم نديرو له من الفوق باش يخرج لنا حرش من الفوق هكذا كيما راكي تشوفي. نحطوا له كميه، ماشي بزاف، كميه صغيره هكذا. كاين اللي يحب المقروط كبير وكاين اللي يحب المقروط متوسط. هنا ناخذ الموس ونقطع هكذا، ما لازمش نهبط. شوفي العقده هنا كيفاش تجي، لو كان نهبط قباله رايحه تزيد تهبط لي العقده للتحت. هاكي قطعي لي المقروطه وانت على حسب واش تحبي المقروطه، تحبيها كبيره تحبيها صغيره. رايحين نجربوا حبه، الحبه الا تفتحت لنا رايحين الاخرين نغرقوهم في الماء، نديروهم يعني ناخذوا بول تاع الماء ونحطوهم فيه باش نقليوهم، واذا كانوا نجحولي خلاص نقليهم مباشره ونكملوا هذيك اللي راهي عندنا بلا ما نزيدوا لها الماء. اي راكي تعرفي تقطعي المقروط على قنيه. يعني درتيهم بنفس القياس، هذه نشوفها تقريبا اول مره، يعني درتيه مره وما نجحتيش فيه، وهاد المره شوفوا هنا كيفاش قطعت لي المقروط. يعني عندها نظره بزاف مليحه في عندها تميز في الحجم، دارتهم نفس الحجم هكذا. نشدهم كما كانوا ناس زمان يشدوا حبه المقروط هكذا، نوجدوا العسل. شوفي نحطوا هنا في هديه مع العسل، نحطوا كما قلت لك الماء زهر هكذا. حطي لنا العسل هاكي، ان شاء الله يجعل ربي ايامك كلها عسل. ونقول لك مزيان استعد عليك ان شاء الله يا ليندا. ان شاء الله نحطوا الماء زهر اللي نعطروا به ونحطوا مغرفه جلوكوز. اليوم نعطي لك واحد السر من اسراري اللي عمري ما قلته للناس، اللي راح نقوله لهم. يسقسوني دائما بقلاوتك يا خديجه علاش تجي تبرق وعلاش حلبتك تجي تبرق وتقعد تبرق. احنا نعطي لكم اليوم السر اللي هو الجلوكوز. جلوكوز تعمل مغرفه جلوكوز في العسل يبقى لي يبرق. ناخذوا الجلوكوز، تعرفي تستعملي الجلوكوز؟ كيفاش نحطوا الجلوكوز؟ شوفي تحكمي الجلوكوز، تشمخي يدك في الماء، ما تستعملوش مغرفه في الجلوكوز، لازم تستعملوا اليد هكذا. تعرفي بلي الجلوكوز لازم تكون مشمخه هكذا. ونبدا نحط الجلوكوز هكذا، هو صامت شويه يقعد في المواعن يقعد في المغارف هكذا، رايح ما يسقريش في يدي. ونحاول هكذا، تقدروا تحطوها في الميكرووند هاد الجلوكوز وتحطوه مباشرة هكذا، رايح ما يعذبكمش. ما استعملوش مغرفة في الجلوكوز، هذه دائما نقولها لكم. هكذا رايحين تحصلوا على عسيلة تبرق. نشوفوا هنا الزيت نتاعنا راه سخن. ليندا واش رايك نقليو المقروط ونعسلوه ونوريوه للمشاهدين بهذيك التعسيله اللي تبرق من الفوق وتشهي؟ ايه ليندا، مقروط العرس ورمضان. يلا يلا.
مودرن بهذا اللون كما راكم تشوفوا فيها. جابتها لي معها ليندا، وليندا راهي لابسه قرقاري، جبه قرقاري. هذا القرقاري تاع العروسه. ليندا كنا حضرنا مع بعض المقرط اللي كنتي خيرتي المقرط، كي شفتي لانونس واش جا في بالك؟ دونك غير شفت لانونس خممت ندير المقرط، باسكو اولا جلو غيوسي با دونك ما نجحليش، شاك فوا يبسلي، وثانيا حبيت نديرو سبيسيالمون لراجلي وحب المقرط. الله يبارك. ليندا نعرفوا بلي كل واحد كيفاش يشوف بفهو السعاده. ليندا جاوبنا، واش هي السعاده بالنسبه لي؟ الو السعاده ولا لو بونور، دونك هي الواحد يعيش اون بي، ما يعيش في سلام. في سلام اكزاكتومون. دونك اهم حاجه الواحد يكون متفاهم مع دونك في الحياه الزوجيه، زوجين يكونوا متفاهمين، وبيان سور يكونوا متفاهمين مع لونتوراج كي لا بيل فامي، دونك عائله الزوج. مفتاح السعادة بالنسبة ليندا هو التفاهم وطريقة التعامل. هذه هي. ليندا قولي لي، وش من حاجة راكي حابة ديريها في تحضيراتك للعرس، في الحاجات التقليدية؟ مادام انتيا ليندا، نعرفوا بلي ليندا هي بيولوجيست، نعرفوها للمشاهد، ليندا بيولوجيست وتعمل ديليغي ميديكال. ليندا انتيا كديليغي ميديكال وعندك تحركي وخدامة، درتي حاجات تقليدية ولا كي حابة ديريها وخايفة تندمي عليها؟ ولا قولي لنا انتيا وش راكي حابة ديري؟ الو تراديسيونيل العرس لازم، دونك كاين عفايس كيما كتشوفي الجبه، ما تقدريش تزوجي قبيليه وما ديريش جبه قبايل، سي نورمال. بصح مانيش حابه ندقل على روحي ولا نكثر على راسي، ندير عفايس تراديسيونيل اللي راح نندم عليهم باغ لا سويت. دونك كيما قلتي امراه عمليه، دونك اون بلوس الواحد كساسوا انا كساسوا العرايس اللي راحين يتزوجوا، نقول لهم ما لازمش تكثروا، ومن بعد باغ لا سويت انا نقول لهم حطوا ورقه وقلم، اكتبوا الاشياء اللي عندكم واللي ما عندكمش، هكذا رايحين ما تكثروش على رواحكم، رايحين ما تكبروش، يعني ما تطلعوش بزاف المصروف على رواحكم، هذه احسن طريقه. ونصيحتك اللي تقدميها للبنات يا ليندا؟ هذه هي، دونك لي بارون تاعنا ما يشرطوش، دونك يشرطوا غير لهنا. راح تكون هذيك المصاريف كامل على البابات، على لو بابا اكزاكتومون. دونك الطفله تخمم شويه في باباها، ما تصرفش في حوايج ما راحش تسحقهم. نفس النصيحه راهم يقدموها كل العرايس اللي راهم يجوزوا معايا، وهذه نصيحه قيمه نقول لكم خذوها بعين الاعتبار. كما شفتوا معايا كانت ليندا حضرنا مع بعض، حضرنا المقروط، المقروط اللي راهو يشهي، المقروط راهو يشهي، وكنتي شفتي كامل الخطوات كانت سهله. خلاص شفيت عليهم، لازم غير تروحي تحضريهم كي تروحي عروسه حتى ديري واقيلا اول حلوه ديريها المقروط. المقروط وفي الدار غير تروحي يقولوا لك المقروط. لا راح ندير في المحبس انا اللي نديرو. ان شاء الله فكرتينا في المحبس. انا نقول لكم نتلاقاو العدد المقبل مع عروسه جديده. يلا لالا العروسه اتصلي بينا على الرقم اللي راه يجوز اسفل الشاشه، ونقول لكم سلام.